النادي الاهلي مش مجرد نادي رياضي، لا النادي الاهلي كيان كبير قوي، الكل عارف جدا قيمته جدا. فطبعا طيب انا هعرف منك طبعا رايك في تفاصيل كتير قوي عن الاحتفاليه النهارده وعن الحدث المهم والمؤتمر الصحفي التاريخي للنادي الاهلي مع شركه بريزنتيشن وتوقيع هذا العقد، لكن هنعرف تفاصيل اكتر عن مرحله التفاوض وما قبل انجاز هذا العقد، عقد الرعايه بين النادي الاهلي او رعايه بريزنتيشن للنادي الاهلي 4 سنوات. معانا على الهاتف الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس اداره النادي الاهلي لشؤون التسويق. دكتور سعد مساء الخير واهلا بحضرتك. دكتور سعد مساء الخير. محمد، والف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك لجمهور النادي الاهلي، والف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي. مبروك لينا جميعا يا دكتور سعد. اولا طبعا كل التحيه والتقدير لحضرتك ولكل من اسهموا في التوصل لهذه النتائج الرائعه اللي بتحقق طبعا الصالح العام للطرفين في المقام الاول للنادي الاهلي، وايضا بالتاكيد المعادله ناجحه ايضا بكل الحسابات كما اعلنت قيادات شركه بريزنتيشن. عايزين نعرف يا دكتور سعد راي حضرتك في كم الجهد المبذول وفي وقت قياسي، لانه النهارده قال الاستاذ محمد كامل وصف مجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وخاص بالذكر كمان رئيس مجلس الإدارة الكابتن الخطيب قال أنه مفاوض بارع جدا وأنه كان ثعلب في هذه المفاوضات ووصل لأفضل نتيجة ولأعلى قيمة ممكنة تحقق أعلى عائد وأعلى ربح للنادي. عايزين حضرتك تكلمنا عن مرحلة التفاوض اللي بدأت سريعا جدا دون أن يضيع مجلس الإدارة أي وقت في الحديث عن أي تقصير حدث من أي أطراف سابقة. يعني هو زي ما حضرتك سمعت النهارده في وقاعة المؤتمر الصحفي، يمكن الاستاذ محمد كامل كان بتنتابه مشاعر الفخر الكبير بان هو النهارده حصل على رعايه النادي الاهلي، على الرغم من ان البرزنتيشن ليها عقد سابق معانا في حقوق البث، لكن هي ايضا لفترات سابقه كانت بتفوز معانا بحقوق البث التلفزيوني، فبالنسبه لها الموضوع كان يبدو ان هو في الرعايه بالذات تحديدا كانت هي حلم بعيد على برزنتيشن، لكن هي استطاعت بالفعل ان هي تدخل معانا في مفاوضات جاده. كان في الحقيقه الكابتن محمود الخطيب شخصيا هو اللي بيقود كل التجهيزات، لان احنا عملنا 4 دراسات ل4 سيناريوهات كانت محتمله في التخطيط للعقد الرعايه الحالي، وازاي احنا نقدر نحافظ على القيمه التجاريه بتاعت النادي الاهلي. يمكن حضرتك يا استاذ محمد والكابتن احمد موجود مع حضرتك وكل المشاهدين بتوع حضرتك وجمهور النادي الاهلي، بمجرد ما الاعلان عن الفسخ للعقد السابق كان انتاج الجمهور حاله كبيره من القلق، واحنا دخلنا النهارده في بنقترب على منتصف الموسم اللي قال حضرتك، يعني ده واحد من اهم النجاحات الكبيره اللي قدر مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ان احنا نحقق قيمه ماليه اعلى. احنا كنا بايعين العقد السابق ل4 مواسم تبدا من بدايه الموسم الحالي 18 19 تبدا 4 مواسم، احنا القيمه اللي اخذناها النهارده وفاز بيها النادي الاهلي هي ايضا من بدايه الموسم الحالي، على الرغم ان الشركه بقياده الاستاذ محمد كامل اللي انا بهنيه وبشكره على مشاعره الفياضه تجاه النادي الاهلي، واحنا كمان فخورين ببرزنتيشن زي ما برزنتيشن فخوره بينا وسعداء بيها زي ما هي سعيده بالنادي الاهلي. كان محمد كامل حريص ان هو يخصم القيمه الماليه بتاعه المباريات التي تم لعبها بالفعل مع شركات راعيه اخرى او بتشير سياحه علامات تجاريه لبعض الشركات الاخرى، لكن احنا الحمد لله بفضل ربنا نجح الكابتن محمود ان هو يقنع محمد كامل بان احنا هناخد القيمه بتاعه العقد بدايه من الموسم ونتغاضى تماما لصالح النادي الاهلي تقديرا لقيمه النادي الاهلي ومكانته وعلامته التجاريه، وتقديرا ايضا لجماهير النادي الاهلي العريقه وجمعيته العموميه ان احنا ناخد القيمه الماليه وان يتم التعاقد بدايه من الموسم الحالي دون اي خصومات ماليه تقع على النادي الاهلي نتيجه بدايه الموسم. دي واحده من المميزات اللي احنا اخذناها في الحقيقه، ودي كانت مرحله صعبه جدا في التفاوض. الحاجه الثانيه المهمه ان احنا كمان هي نفس الحقوق اللي احنا كنا بعينها في العقد السابق، لم نضيف اي شيء جديد داخل هذا العقد، يعني احنا بعنا الحقوق كما احنا كنا مخططين ليها قبل العقد السابق، يعني احنا كان عندنا برضه قبل العقد السابق مجهود كبير جدا. يمكن الكابتن الخطيب بمجرد ما مجلس الاداره الحالي ربنا وفقه في الانتخابات الحاليه ونجح وقاد النادي الاهلي كان عنده هدفين استراتيجيين، يمكن احنا يعني ما حبيناش نتكلم فيهم في المراحل السابقه، ان عملنا هيكله اداره التسويق من جديد، لان احنا كنا برضه عندنا شويه تخوفات لما عملنا الدراسات بتاعتنا جوه النادي الاهلي،
شفنا احتمالات السوق ممكن تروح بينا لحد فين. فكان اول هدف استراتيجي حدده الكابتن محمود الخطيب هو اعاده هيكله اداره التسويق. وانا هنا ارجو ان حضرتك تسمح لي ان انا اشكر الزملاء الافاضل الاستاذ مير توفيق مدير التنفيذي لاداره التسويق الرياضي والتجاري للنادي الاهلي، ومعاه الخبير الفاضل الاستاذ اشرف، وهم اثنين من الكفاءات اللي موجودين في عالم التسويق الرياضي، لكن يعملوا في صمت تام زي ما تعودنا دايما في النادي الاهلي اننا لا نصرح عن شيء الا بعد حدوثه بشكل رسمي، وان هو يمر بكل القنوات الرسميه ويعتمد مجلس الاداره الموقر ويتم الاعلان عنه. ويمكن حضرتك كنت شايف الكابتن الخطيب النهارده حريص على كل اعضاء مجلس الاداره اللي هم اخذوا القرار يكونوا متواجدين في وقائع المؤتمر الصحفي للاعلان عن العقد، وده بيعزز قيم وتقاليد النادي الاهلي في اتخاذ القرارات. فانا بشكرهم كتير الاداره اداره التسويق، برضه بشكر الناس اللي تعاونت معانا من الشؤون القانونيه الاستاذ محمد فتحي، وفي الحقيقه كان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي موفر لنا كل التسهيلات، لان كان في درجه عاليه جدا من السريه والكتمان. يمكن حضرتك تتفاجئ النهارده كل مصر على هذا الخبر الجميل اللي اسعد جماهير الكره المصريه بشكل عام وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص. كان في سريه تامه، يعني انا كنت في مداخله يوم الخميس مع الكابتن عدلي والاستاذ ابراهيم المنيفي، وكانوا بيسالوني لم يحصلوا على اي معلومه، قلنا فقط ان الدراسات قائمه وان كل الاحتمالات قائمه مع الكابتن الخطيب، وسوف يعلن في الوقت المناسب بعد اتخاذ القرار للمجلس الاداري. طيب عندنا كمان خبر مهم في العقد ده يمكن يفرح جمهور الاهلي كتير جدا، لان الحاجه دي بتمثل للنادي الاهلي قيمه تاريخيه، وهو نادي القرن. نادي القرن احنا بعنا الحقوق بتاعت نادي القرن ضمن وقائع هذا العقد. 2020 سوف يكون مرور 20 عاما على حصول النادي الاهلي على لقب نادي القرن. بعنا الحقوق بتاعت الرعايه الخاصه بهذا الحفل، يعني قبلها النهارده احنا في 2018 في نهايته، احنا عندنا الحفل في نهايه 2020، يعني ثلاث سنين بعنا هذا الحفل لشركه بلايستيشن، كنا بايعينه قبل كده في العقد السابق بس ما صحناش عن المفاجآت دي، لكن ده موجود ضمن وقائع العقد. بنود هذا التعاقد نعم. كمان المعسكرات اللي تمت في الفتره اللي فاتت دي كلها ايضا هتتم على مدار هذا العقد ايضا، ولا وتحملتها شركه برزنتيشن مشكوره ولم تخصمها من قيمه العقد الحالي اللي وصلت قيمته 510 مليون جنيه. 510 مليون جنيه. الى بعض الحقوق 510 مليون جنيه نقدا دولت هياخدهم النادي الاهلي. احنا كمان برضو خدنا نفس القواعد الماليه اللي طبقناها في العقد السابق احنا حصلنا عليها في هذا العقد الحالي، وده يعد بكل المقاييس وبكل الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها المنطقه بتاعتنا، الا ان معدلات النمو في المجتمع المصري كانت اعلى، احنا حصلنا عليها كنادي اهلي كنا دافعينها كويس. خدنا ايضا 20% من اجمالي قيمه العقد مقدما، ده برضه يعد النهارده قيمه ماليه نقديه بتضاف لخزينه الاهلي. كان الكابتن محمود حريص على ان يضمن تدفقات ماليه كبيره جدا في الفترات الاولى عشان المشروعات التطويريه اللي بتشمل كل ارجاء النادي الاهلي زي ما حضرتك بتتابع الاسوار، ولسه عندنا مشروعات تجاريه سوف يتم طرحها في القريب العاجل ايضا تحت الاخبار ساره لكل جمهور النادي الاهلي. طيب دكتور سعد كمان مهم نسال حضرتك نعم، لو حضرتك بتطمن الساده المشاهدين، التفاصيل دي كلها مهمه جدا اللي حضرتك اعلنت عنها، وبعض البنود والامتيازات الرائعه اللي قدر يحققها النادي الاهلي وكل فريق العمل اللي اشترك على صناعه ووضع كل الاطر الخاصه بهذا التعاقد. لو حضرتك بتكلم الناس غير المتخصصين في الامور الاستثماريه والتسويقيه بلغه مبسطه جدا بتقول لهم فائده او اهميه انجاز هذا العقد بهذه الشروط اللي تم بيها في هذا التوقيت، لو حابب تطمن الناس توجه رساله مختصره جدا بهذا المحتوى لجماهير ولاعضاء النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ اقول لهم الف مبروك على النادي الاهلي، اكبر قيمه ماليه داخل السوق الرياضي المصري على الاطلاق لمده 4 سنوات قادمه. بطمنهم بقول لهم النادي الاهلي اصبح عنده استقرار مالي لمده 4 سنوات قادمه. النادي الاهلي يستطيع تحقيق اي طموحات فرضها مجلس الاداره على نفسه، سواء كانت خاصه بتطوير البنيه التحتيه لفريق للنادي الاهلي في الافرع الثلاثه، تطوير فريق كره القدم اللي موجود، والطموحات بتاعت الجماهير الكبيره العريضه بالفوز بالبطولات. اعتقد بقى عندنا المال الذي يمكن النادي الاهلي من الحصول من كل قراراته الاستراتيجيه يقدر يعملها.
عندنا كمان لسه بعض المشروعات اللي موجوده في القريب العاجل للرعايه هتولد ايضا تدفقات ماليه. في خبرين مهمين جدا في هذا العقد يسر جمهور النادي الاهلي ان احنا كمان حصلنا على الهايلايتس الخاصه بالمباريات التي لا يمتلك حقوقها النادي الاهلي، سوف تكون على قناه النادي الاهلي وسوف تقدم قناه النادي الاهلي محتوى ايضا متطور وتحقق طفره اكبر من الطفره اللي موجوده دلوقتي في وجود الدكتور خالد وحضرتك وكل الزملاء اللي موجودين في القناه، وابتشرت القناه نهضه كبيره. احنا كمان خدنا الهايلايت بتاعه مباريات كاس مصر اللي هيبقى النادي الاهلي طرف فيها، ودي كلها بقيمه ماليه، فاعتقد ان ده محتوى جديد لجمهور النادي الاهلي ومتابعي قناه النادي الاهلي، فاعتقد ان ده حاجه تستحق الفخر، حاجه تستحق الفرحه الكبيره اللي انتابت كل ارجاء النادي الاهلي وكمان جمهوره العظيم اللي احنا فخورين بيه. وشكرا لمجلس الاداره، شكرا كابتن محمود الخطيب على كل الجهود بصراحه في ظروف صحيه، كان يوم الخميس ظروف صحيه عنيفة جدا لكنه حريص على قيادة المفاوضات بنفسه، فبهنيه بهني مجلس الإدارة وبهني كل جمهور النادي الأهلي، بهني الزمالك في إدارة التأسيس. مبروك مرة تانية، وبنشكر حضرتك وكل من قام بجهد وشارك في الوصول إلى لحظة التوقيع وإنجاز هذا التعاقد وهذه القيمة الكبيرة جدا والامتيازات كمان اللي حضرتك أشرت إليها لهذا العقد المتميز لرعاية النادي الأهلي وهذه الشراكة مع شركة برزنتيشن لمدة 4 سنوات. بشكر حضرتك على المشاركة معنا، شكرا جزيلا لك دكتور سعد شلبي مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي لشؤون التسويق. بعتذر لو أطلت عليك يا كابتن أحمد، نظرا لأهمية الحق.